أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى متابعة إخبارية نلقي من خلالها الضوء على أهم القضايا العربية والدولية وحلقة جديدة من النيل مباشر. الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على يعني التعامل مش بالسلاح بس، سلاح تاني، والسلاح ده هو سلاح الفهم والوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والتجاهل والوعي الزائف. خلال حفل تخريج طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، الرئيس السيسي يؤكد أن الحروب الجديدة ترتكز على الوعي والفهم الصحيح. مدبولي يلتقي رؤساء وممثلي كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي في باريس. البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل المجلس السيادي والحكومة في السودان وتشكيل حكومة كفاءات جديدة لإدارة شؤون البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل تخريج الكليات الحربية التحية لشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، مشيدا بجهودهم العظيمة لحماية الوطن. من مصنع الرجال وعرين الأبطال من الكلية الحربية، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة. الرئيس السيسي أكد أن الحروب الجديدة ومن بينها حروب الجيلين الرابع والخامس لا ترتكز فقط على التعامل مع السلاح، بل تتضمن أيضا الوعي والفهم الصحيح، موجها التحية لشهداء الجيش والشرطة. عشان انت تبقى تقدر توعي غيرك انت لازم تكون واعي قوي. مش مطلوب منك انك انت ما تبقاش منتبه لكل شيء، للاحداث المحيطة بيك وقراياتك، عشان تبقى فاهم وفاهم كويس، عشان كمان تقوم بالدور ده مع زي ما قلت المرؤوسين اللي موجودين معك على كافة المستويات. ده مهم دلوقتي، لان زي ما قال مدير الكلية في كلمته إن الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على يعني التعامل مش بالسلاح بس، سلاح تاني، والسلاح ده هو سلاح الفهم والوعي الحقيقي. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الانتباه لما يدور بالساحة الإقليمية، لافتا إلى أن الخريجين مقبلون على تجربة جديدة عقب التدريبات التي تلقوها خلال فترة دراستهم، مطالبا إياهم بمواصلة التأهيل ورفع المستوى القتالي. مبروك، ويعني بعد فترة طويلة من البناء والإعداد من جانبكم لأبنائكم وبناتكم، ثم أثناء فترة الكلية بكل ما تحمله من جهد وبذل، لكن الحقيقة دي مرحلة جديدة. أنا بقولها للطلبة أو للضباط اللي اتخرجت، دي مرحلة جديدة خالص. أنتوا هتبقوا مسؤولين عن رجال معاكم، بالإضافة طبعا لمسؤوليتكم عن أنفسكم، ودي مهمة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا. لو احنا انتبهنا قوي لها، انت مسؤول عن اعداد وتجهيز وتوعيد. وفي كلمته خلال الحفل اكد مدير الكلية الحربية ان الكلية تعمل على بناء شخصيات الطلبة المقبولين بها وتنمية عقيدة الولاء والانتماء للوطن لديهم، وكذلك العمل على تشكيل الوعي الصحيح لديهم ضد كل ما يستهدف عقولهم او يستهدف الوطن. وبقدر اهتمامنا ببناء المقاتلين يأتي اهتمامنا بتشكيل الوعي لديهم وتحصين عقولهم من الحروب غير النمطية التي تستهدف الأوطان، وإيمانا منا بأهمية تحقيق التعاون بين جناحي الأمن للوطن.
وخلال الحفل منح الرئيس السيسي أوائل الخريجين بالكليات العسكرية نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم، وردد الخريجون يمين الولاء الوطني، كما صادق على تعيين خريج الكليات العسكرية برتبة ملازم تحت الاختبار. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل عرفانا بتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين دافعوا عن أمن مصر وشعبها العظيم. كما تسلم الرئيس السيسي درع الجامعات المصرية تعبيرا عن الثقة في مسيرة الوطن نحو مستقبل أفضل تحت قيادة حكيمة. بدأ العرض العسكري لحفل التخرج باستعراض للطيران بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة، كما قدم طلبة الكليات العسكرية عرضا رياضيا قاموا باستعراض الكفاءات الخاصة ومجموعة من تدريبات اللياقة البدنية. كما نفذ الطلبة المقاتلون بالكلية الحربية والشرطة بمشاركة القوات الخاصة من رجال الصاعقة المظلات أعمال الهبوط السريع باستخدام الأسلحة الصغيرة، وأدت مجموعة من الطلبة المقاتلين أمام المنصة حركات الاشتباك الحر والقتال المتلاحم، بينما حلقت في سماء العرض مجموعة من المقاتلات من الجيل الرابع والرابع المتقدم وطائرات الهليكوبتر الهجومية من طرازات مختلفة، كما استعرض سلاح المدرعات والمدفعية عددا من الأسلحة وهيئة الإمداد والتموين عددا من قواتها، كما استعرضت القوات البحرية عددا من معداتها وقوات الدفاع الجوي معدات متطورة، كما استعرضت قوات الصاعقة بعض مركباتها، كما قامت الموسيقات العسكرية بمشاركة 1200 عازف وعازفة بعزف الموسيقات العسكرية. شهد الحفل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وأهالي الخريجين إيذانا بضخ دماء جديدة إلى شرايين المؤسسة العسكرية التي ستبقى درعا وسيفا للزود عن أمن وسلامة شعب مصر العظيم. علاء رشوان، النيل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم، كيف تابعت إذن كلمة الرئيس في حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية؟ وطبعا الحقيقة يعني التخريج دفعة للحربية بعد دفعة من أكاديمية الشرطة ده تأكيد لأنه الدولة بتأخذ العلم وأنه عندنا إقبال شديد جدا على هذه الكليات العسكرية وكليات الشرطة، بالرغم من أنه مصر كانت بتواجه الإرهاب، وده تأكيد لانتماء الشباب المصري ورغبته في أنه يستمر في المسيرة. وإحنا الرئيس يؤكد دائما على أنه ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة قيمة قدوة للمجتمع، قادرين على انهم يعملوا بالعلم وبالتقنيه الحديثه وبالتطور، في تحديث دائم في القوات المسلحه، في كمان تكريم الشخصيات طوال الوقت. الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا للدوله المصريه ويكرم ابطال مصر، وكرم النهارده زوجه اللواء الراحل باقي يوسف اللي هو احد عظماء حرب اكتوبر اللي ابتكر يعني مضخات الميه اللي ازالت عذابت خاصه. نعم صح، فكره خراطيم يعني المياه. نعم الحقيقه انه يعني ده تاكيد مستمر على فكره الدوله بتاخذ بالعلم، انه التحديث دائم للقوات المسلحه بكوادر مهمه ومتعلمه تعليم عالي ومدركه للاوضاع الاقليميه والدوليه، وفي نفس الوقت بيديروا التكنولوجيا والتقنية الحديثة. النهاردة الحرب حرب عقول، وبالتالي فاحنا بنخرج عقول ضمن استراتيجية بناء الإنسان سواء في المجتمع المدني أو في المجتمع العسكري، يعني بحيث إنه يكون عندنا طوال الوقت الإنسان القادر على التطور والقادر على استيعاب مفردات العصر، استيعاب عاصمة إدارية، استيعاب مشروعات قومية، استيعاب كمان ما يجري في العالم من صراعات ومن حروب ومن تطورات. يعني الحقيقه انه على مدى السنوات الثمانيه الاخيره كان الرئيس حريص على انه يشارك في تخريج هؤلاء الطلاب في الكليه الحربيه او في كليات الشرطه بالشكل اللي بيؤكد فيه
فيه انه الكوادر البشريه تتخرج مناسبه للتطور الحادث في المشروعات القوميه وفي بناء الدوله وفي حياه كريمه وفي كل شيء. طيب استاذ اكرم، تضمنت كلمه الرئيس اشاره الى مساله حروب الجيل الرابع والخامس، وانه الحرب بالاسلحه التقليديه حرب تجاوزها الوقت، وهناك حرب الان حرب الوعي والفهم. يعني هذه رسالة موجهة إلى من هل تعتقد؟ تعتقد أنها موجهة إلى وسائل الإعلام أم موجهة إلى الخارج أم ماذا؟ موجهة للشعب المصري، لأن يعني دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يركب على هذا الأمر، أنه الوعي نقطة مهمة جدا، لأنه بدون الوعي لن يستطيع الإنسان أن يفهم ما حوله. ويمكن فكرة الحروب فعلا لم تعد مجرد حروب أسلحة، هي حروب عقول. النهاردة الدولة المصرية أو الدول حولنا اللي تفككت، يعني الحمد لله الدولة المصرية استطاعت ونجحت بالوعي وبوعي قواتها المسلحة وبوعي أجهزة الدولة المصرية في إنها تتخطى هذه الصراعات. في دول تفككت بالشائعات وبالحروب النفسية وبالحروب التشكيك في الذات. إحنا دائما الرئيس ما يشير إلى إنه الشعب المصري هو البطل مثلا في الإصلاح الاقتصادي، هو القادر على إنه يستوعب هذا الأمر واستطاع بالفعل تحمل الإصلاح وغيره. ده جزء من الوعي، وانه كمان يستطيع ان يفرق بين الحقيقه والشائعه، بين اللي عايز مصلحتنا واللي ضد هذه المصلحه. حروب الجيل الرابع او الحروب التكتيكيه والنفسيه اللي تشكك الشعب في قدراته وتشككه في انه هو النهارده الانجازات اللي عملها الشعب المصري، ودائما الرئيس يشير لذلك، يشككه في قدرته هو على انه عملها، يشككه في قدرته على انه يواجه المستقبل، يشككه في قدرته على انه يخوض حروبه وصراعاته، وانه الدوله المصريه النهارده لديها قدرات متعدده سواء في تحديث قوات مسلحه او في المشروعات القوميه او في حياه كريمه او في اعاده صياغه الجديد. كل ده جزء من الحرب، انه يقلل من قيمه ده كله، يشكك الناس في بعضيها، فتقوم الصراعات. والحمد لله الشعب المصري حتى الان نجح في انه يتخطى كثير من الحروب، وعشان كده أبنائنا اللي بيتخرجوا النهارده من الكليه الحربيه او كليه الشرطه جزء من دراساتهم وجزء منه الوعي. وكمان الرساله موجهه للشعب المصري، موجهه لما حولنا، موجهه القضيه زي السكان، قضيه زي المياه، قضيه زي اسبوع المياه اللي موجود في القاهره، قضيه زي الاقتصاد. كل ده لازم نبقى قادرين على الفرز فيه، وانه نعرف الحقيقه بالشكل اللي يمكننا من الحكم عليه. شكرا جزيلا لك أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط بين مصر وفرنسا، والعلاقات المتميزة بين الرئيسين المصري والفرنسي، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر وأنها كانت وما زالت شريكا مهما وداعما رئيسيا لمصر. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تطمح خلال السنوات الثلاث القادمة في تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% و7%، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري. وخلال اجتماعه مع رؤساء 90 من مسؤولي وممثلي أهم الشركات الفرنسية في مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي في باريس، أوضح مدبولي أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر نجحت خلال الأعوام الماضية في التحول من بلد لديه عجز في إمدادات الطاقة إلى دولة تمتلك فائضا كبيرا من الطاقة. ومن المتوقع أن يوقع مدبولي خلال زيارته إلى باريس على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما التقى رئيس الوزراء وفدا من ممثلي الجامعة الفرنسية في مصر التي سيتم إعادة إطلاقها قريبا،
واستعرض الوفد الفرنسي تفاصيل التصميم الهندسي لمباني الجامعة الذي يتضمن إنشاء حرم جامعي يستخدم مصادر الطاقة النظيفة، حيث ستكون أسطح المباني مغطاة بألواح توليد الطاقة الشمسية ليواكب جهود إدخال الطاقة النظيفة في مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها النظم التعليمية، حتى تكون نموذجا يرسخ لدى الطلاب أهمية استخدامات الطاقة النظيفة في المستقبل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من باريس مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، إذن ضعنا في جدول أعمال الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في باريس. بعد تحية زميلي، بالفعل بدأت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى العاصمة الفرنسية باريس منذ صباح اليوم، وهناك نشاط مكثف للسيد رئيس الوزراء حيث التقى بعدد كبير من اللقاءات والاجتماعات. حتى الآن بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمجلس زيارة لمجلس الأعمال المصري الفرنسي. هذا المكان تم وجود عدد التقى خلاله الدكتور مصطفى مدبولي بعدد كبير من ممثلي عدد كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى الفرنسية التي تعمل في مصر، ممثلي 90 شركة تحديدا. هناك أيضا تفاصيل عدة حول هذه اللقاءات فيما يتعلق أيضا بالمستثمرين الفرنسيين. يؤكد خلال هذا اللقاء بأن الاستثمارات الفرنسية في مصر لاقت نجاحا كبيرا خلال الفترة السابقة، مما جعل مصر تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات أيضا في مصر. وأيضا هناك تأكيد على وجود عدد أيضا كبير من المجالات الجديدة المختلفة التي لم يتم التعاون فيها. هناك رغبة في التعاون في مجالات اقتصادية جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة. هناك أيضا تأكيد على الرغبة في التعاون في مجال النقل والبنية التحتية وغيرها من المجالات المختلفة. هناك أيضا لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من ممثلي البنوك الفرنسية، وأكد ممثلي البنوك الفرنسية على أنهم يرغبون في زيادة التعامل والتعاون بشكل كبير في مصر. هناك أيضا تأكيد من ممثلي الجامعة الفرنسية والذي التقى الدكتور مصطفى مدبولي أيضا خلال هذه الزيارة الجامعة الفرنسية في مصر، مؤكدا على وأكدوا على ضرورة انطلاق هذه الجامعة خلال الفترة القادمة إن شاء الله. هناك أيضا مجال الاتصالات، هناك تعاون كبير بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات بشكل كبير خلال الفترة القادمة. رجال الأعمال وممثلي الشركات الاستثمارية الكبرى في فرنسا وأكدوا تماما بأن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ونجاح هذه الإصلاحات بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقت إعجابا كبيرا من الدول الأخرى، وخاصة الشهادات من المؤسسات الاقتصادية الدولية بأن مصر نجحت اقتصاديا بشكل كبير ونجحت في عمل الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ليس فقط من فرنسا فقط ولكن من الدول الأخرى. هناك أيضا تأكيد من السيد رئيس الوزراء بأن مصر تفتح ذراعيها لكافة المستثمرين في فرنسا وغيرها من الدول المختلفة، وهناك أيضا العديد من المصادر الطبيعية، وهناك أيضا تسهيلات كبرى بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت في مصر خلال الفترة السابقة تعمل على جذب الاستثمارات. هناك رغبة أيضا من الجانب الفرنسي في زيادة التعاون بين مصر وفرنسا في المجالات المختلفة، وهناك أيضا رغبة في تبادل الخبرات بين مصر وفرنسا. رئيس الوزراء أكد أيضا أن النمو الاقتصادي فيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية في مصر يؤكد أنه خلال السنوات الثلاث القادمة يطمح بأنه يصل إلى 7%،
من خلال يعني ضخ مزيد من الاستثمارات. هناك أيضا تأكيد من الجانب الفرنسي بأن هذه المشروعات تعمل على تعزيز وتقوية العلاقات المصرية الفرنسية ليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن في المجالات الاقتصادية على المستوى الصعيد السياسي والاقتصادي وغيرها من المجالات الأخرى. هناك تأكيد أيضا من السيد رئيس الوزراء على أن مصر يعني سوف تكون دولة جاذبة للاستثمارات بشكل كبير، وخاصة يعني تخطيها لأزمة تخطيها لبعض التحديات الكبيرة التي يعني كانت موجودة أثناء فترة كورونا، وهناك العديد من الدول المختلفة التي تأثرت بهذه الجائحة، ولكن مصر رغم هذه الظروف إلا أنها يعني استطاعت أن تعمل إصلاحات اقتصادية وتعمل على جذب الاستثمارات وأيضا تعمل على يعني إنجاز المشروعات في مواعيدها الزمنية المحددة. هناك أيضا يعني لقاء منذ يعني الآن يجري لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره الفرنسي لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، وهناك أيضا مناقشات حول تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الأخرى ليست فقط مجالات اقتصادية ولكنها على الصعيد السياسي والاقتصادي وغيرها من المجالات الأخرى. هناك أيضا يعني هذه الزيارة تحمل الكثير من الملفات الهامة التي أتى بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى فرنسا ليعني مناقشة هذه الملفات مع العديد من القطاعات المختلفة. هذه الزيارة مستمرة لمدة يومين. أيضا هناك العديد من الملفات، هناك أيضا العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات التي سوف تتم على هامش هذه الزيارة بين مصر وفرنسا، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر وتبادل الخبرات بين البلدين مصر وفرنسا. هنا الجانب الفرنسي، وعندما تحدثنا مع عدد من مسؤولي الشركات وممثلي الشركات الاستثمارية الكبرى، وأيضا كان هناك لنا لقاء مع السيد رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أكد خلاله أو الجانب الفرنسي تحديدا أكد على رغبته الكبيرة في زيادة الاستثمارات في مصر بشكل كبير وخاصة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد النجاحات الاقتصادية وبعد النجاحات المشروعات التي تمت بالفعل على أرض الواقع. شكرا لك في مصر على هذه المعلومات وعلى هذه التفاصيل. أحمد أبو الحسن مراسل النيل من باريس. تتابع جمهورية مصر العربية عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدة أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، مؤكدة كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة. كما تدعو مصر كافة الأطراف السودانية الشقيقة في إطار المسؤولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني. أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في بيان له حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة وإقالة حكام الولايات، كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. وأكد البرهان الاستمرار في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، موضحا أن الانتخابات ستجرى في يوليو من عام 2023. ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ثانيا التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020، ثالثا تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية. رابعا حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. خامسا حل مجلس الوزراء. سادسا إنهاء تكليف ولاة الولايات. سابعا إعفاء وكلاء الوزارات. ثامنا يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل. تاسعا وأخيرا تجميد عمل لجنة إزالة التمكين
حتى تتم مراجعة منهج عمله وتشكيله على أن تكون قراراته نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية. يستثنى من هذه الإجراءات الالتزامات واستحقاقات سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020. وينضم إلينا حول هذا الملف دكتور مختار غباشي نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، أتوقف معك عند قراءتك للموقف المصري والبيان الذي صدر وناشد الأطراف تغليب المصلحة العليا وضبط النفس. ما هو الموقف المصري مما يحدث في السودان الآن؟ يعني الموقف المصري موقف متوازن فيما هو مرتبط بآليات الصراع ما بين المكون المدني والمكون العسكري داخل الساحة السودانية، ما فيش شك حتى تتضح الأمور، لكن هناك مواقف إقليمية ومواقف دولية متعددة وإلى حد كبير جدا لها تصريحات. هذه التصريحات ما بين الشدة في التصريحات زي تصريحات الرئيس الفرنسي مثلا على سبيل المثال، أو تصريحات السفارة الأمريكية، أو تصريحات الجهات السودانية الموجودة في الداخل إذا كنا بنتحدث عن تجمع المهنيين أو القوى الثورية داخل السودان. طيب دكتور مختار، لعلك تابعت مواقف بعض العواصم، يعني واشنطن وباريس اصطفت إلى جانب الحكومة الانتقالية، حكومة حمدوك، بينما الصين وقفت موقف متوازن أيضا وناشدت الأطراف التشاور والعودة للمفاوضات وما إلى ذلك. هل نحن بإزاء اصطفاف دولي هنا في جانب مقابل جانب آخر؟ ما تقدرش تقول اصطفاف دولي جانب مقابل جانب آخر. هو في جانب أخذ موقف الحياد ما بين هذه الأطراف المتصارعة داخل الساحة السودانية، وفي أطراف وقفت ضد هذه الإجراءات صراحة. يعني وزير الخارجية الألماني على سبيل المثال مثلا بيتحدث أن التقارير عن محاولة انقلاب أخرى في السودان أمر مفزع. المبعوث البريطاني تحدث أن أي خطوة لاعتقال الحكومة وتحدث حديث مطول في هذه المسألة. الرئيس الفرنسي تحدث حديث كبير في هذه المسألة، الأمين العام للأمم المتحدة، المبعوث الأمريكي، السفارة الأمريكية في الخرطوم، الكل ضد هذه الإجراءات بدرجة أو بأخرى. الحديث الأكبر من وجهة نظري هو حديث الداخل السوداني، لأن هو ده الحديث اللي على أساسه هتبنى أمور كثيرة جدا موجودة في الداخل السوداني. هل هناك قدرة في الداخل السوداني على تغيير هذا التوجه الذي تم من قبل المكون العسكري بإغلاق هذه المرحلة الانتقالية وتعطيل بعض المواد الخاصة بالوثيقة الدستورية وصولا إلى مسيرة البلاد وإجراء انتخابات 2023، ولا ضغوط الداخل الشديدة اللي هي بيمثلها قوى الحرية والتغيير، تجمع المهنيين السودانيين، حزب المؤتمر السوداني، حزب الأمة، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان وغيره من مثل هذه القوة، وبدأت إجراءات فعلية على الأرض. نقابة أطباء السودان عملت إضراب عام إلا بالحالات الحرجة، تجمع المصرفين السودانيين الخاص بالبنوك إضراب عام. هذه الإجراءات هتؤدي إلى الضغط على المكون العسكري فيعدل عن هذه الإجراءات اللي أخذها بتسع نصوص أو التسع قرارات، ولا ضغوط الداخل مع التوازن وضغوط الخارج هيؤدي إلى تغيير في الموقف؟ المواقف بتتغير بين لحظة وأخرى. أنت تراهن هنا على ضغوط الداخل أكثر من الخارج دكتور مختار؟ نعم، ضغوط الداخل هي اللي لعبت دور كبير جدا، لأنك أنت لو نظرت إلى ضغوط الداخل هي اللي استمرت 8 أشهر فذهبت بحكومة عمر البشير وأتت بالاتفاق ما بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري أو المجلس العسكري وصولا إلى الوثيقة الدستورية اللي وقعت في أغسطس 2019، مرورا بحكومة مدنية ثم تسليم هذه الحكومة إلى حكومة أخرى وهكذا. طبيعة المرحلة الانتقالية، طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمت دي هي أساس الضغوط الكبيرة التي مورست في الداخل وأدت بذهاب حكومة عمر البشير. وهنا المحرك الأساسي لهذا الأمر هو
طبيعة التدخلات الموجودة في الداخل السوداني. وأنا أشرت معاك إلى شكل الحديث الخارج من تجمع المهنيين. تجمع المهنيين ده قوة لا يستهان بها في الداخل السوداني، علاوة على قوى الحرية والتغيير اللي هم المكونين الأساسيين اللي وصلوا للاتفاق مع المكون العسكري أو المجلس العسكري في السودان، وانضم إليهم بقى مجموعة من الأحزاب السودانية على رأسها حزب المؤتمر وحزب الأمة وغيره من هذه الحركات الموجودة في الداخل. لكن تحالف قوى الحرية والتغيير يا دكتور مختار الآن هو منقسم، أنت تعلم أنه هناك جناح الميثاق الوطني وهناك جناح آخر جناح عبد الله حمدوك، يعني ربما يؤدي هذا الانقسام إلى أو يجعله يتسم بالضعف في مواجهة ما يحدث. لا، خلينا أقول لك، هذا الانقسام كان قبل هذه الإجراءات. قبل هذه الإجراءات كان هناك انقساما في المكون المدني ذاته، لكن بعد الإجراءات المسألة تغيرت في كثير جدا من الأمور، لأن مطلوب بدرجة أو بأخرى، وإنت بتساير هذه المرحلة الانتقالية من قبل الإجراءات اللي قام بها المكون العسكري، مثلا حملة الاعتقالات التي طالب رئيس الوزراء حمدوك وبعض الوزراء وبعض السياسيين وبعض أعضاء مجلس السيادة. أين هو حمدوك الآن وما هو موقفه مما يجري؟ أسئلة كثيرة جدا بتدار في هذا الشأن. هذه الأمور التي صاحبت الإجراءات اللي قام بها عبد الفتاح البرهان إلى حد كبير جدا أتت بكثير جدا من المكونات اللي احنا أشرنا إليها، اللي يكون هناك وثيقة عامة أو إجراء عام إن هم بشكل أو بآخر ضد هذه الإجراءات بشكل كبير جدا. القوة اللي أتت صراحة مع الإجراءات اللي عملها عبد الفتاح برهان هي المجلس الأعلى لنظرات البيجا اللي هو شرق السودان. قال احنا بنؤيد إجراءات الجيش وإجراءات عبد الفتاح البرهان في الإجراءات اللي بيقام بيها في هذه المرحلة. طيب دكتور مختار، ده المكون الوحيد. نعم، أخيرا ماذا تبقى إذن من الوثيقة الدستورية، وهو علق البرهان علق كثيرا من موادها، والسؤال هنا عن الأساس القانوني أو الدستور الذي سيحكم المرحلة المقبلة. هو ده السؤال الصعب، إن ما هو الأساس القانوني اللي هيحكم المرحلة الانتقالية اللي بتحدث عنها عبد الفتاح البرهان إذا ما واصل هذا الأمر حتى نهايته، لأن هذا الأمر حتى نهايته لسه محل حديث كبير جدا، خصوصا أن ضغوط الداخل بتزداد والضغوط في الخارج أيضا بتزداد. النصوص اللي علقت هي النصوص اللي بتسير طبيعة المرحلة الانتقالية، خصوصا المادة 11، المادة 12، المادة 15، 16، 24، 3، 71، 72. لو انت نظرت سريعا الى كل هذه المواد هتلاقي المادة 11 و 12 بتتحدث عن تشكيل المجلس الانتقالي واختصاصاته وسلطاته، المادة 15 و 16 بتتحدث عن مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته، المادة 24، 3 بتتحدث عن المجلس التشريعي الانتقالي، المادة 71 بتتحدث عن الوثيقة الدستورية اللي هي بتحدد طبيعة العلاقة في المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وبين قوى الحرية والتغيير. المادة 72 بتتحدث عن المجلس العسكري الانتقالي في مسألة أدائه للقسم الدستوري. فهي دي المواد اللي بتسير هذه المرحلة، وهي دي المواد اللي عطلت. هل هناك وثيقة دستورية أخرى أو إعلان دستوري آخر هيخرج إلى العلن من قبل المكون العسكري والرئيس عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ولا هو لم يعد هناك مجلس سيادة أصلا؟ مفيش، ما هو خلاص بقى جيش بيحكم. انت النهاردة هتقوم بإجراءات بديلة لهذه الإجراءات اللي عطلت، ولا ضغوط الداخل وضغوط الخارج هتخليك تحيد، خصوصا ان الضغوط الداخل النهاردة وصلت الى مسألة ان يذهب المكون العسكري بمجمل. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. ختام هذه الحلقة من النيل المباشر، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.